1%. فخلاص بقى تقريبا هو ده التضخم الموجود. يبقى انا عندي اللي عندي المفروض الربح ما يزيدش عن ال 25-30% الموجودين دول. لو انا حددت الربح للسلع الاساسيه بالذات اللي المواطن على طول بيشتريها بصوره مستمره اللي هي في سله الغذاء اللي بيتم على اساسها احتساب التضخم، انا احافظ على السلع دي بهامش ربح، مفيش فيها اي مشكله خالص، على الاقل لمده سنه سنتين عشان الناس ما تحسش بموضوع ارتفاعات الدولار ده. وعلى فكره يعني برضو عشان برضو نتكلم نقول ان دول كتيره جدا متقدمه بتعمل الربح الجبري ده، مفيش فيها اي مشكله خالص. ناس تقول ممكن جدا نلجا للاحتكار وناس يخبوا السلع، ما الدوله موجوده. ما هي الدوله موجوده، ما انت هتخبي السلع والدوله بتعرضها. بتطبق الحد الاقصى للربح يا دكتور؟ اه طبعا. دول كتيره يعني. في المانيا، في فرنسا، في دول كتيره جدا. يعني السوق ليس تعارضا مع اليات السوق الحر إطلاق. ولكن هناك يعني حد اقصى للربح، يعني ليس اعتباطا، كل من يرغب في الاستثمار في المجتمع يحقق ويضع لنفسه يعني هامش الربح المختلف. هامش الربح بتحدده الدوله. تمام. بتقول والله ان سله الغذاء دي عليها 20% هامش ربح بعد تكلفتك. هو معروف طبعا تكلفتها والدوله عارفه التكلفه. تمام. اسعار اللي جاي من بره المستورد كله عارفين تكلفته كام، عليها مش ربح قد كده. الناس كلها تلتزم. ببساطه يا فندم اي حد بيطلع عمره وبيروح حج والسعوديه جنبنا اهي مثلا اهي. حد بيشوف اختلاف سعر الميه في هنا يخش يشتري ميه ثانيه في المحل الثاني بسعر مختلف. احنا عندنا اسعار مختلفه في كل محل. نفس السلعه الواحده. دي حقيقه عندنا، مش ده مش جشع، ده يعني استهتار واهمال من كتير جدا من اجهزه الدوله على المنوط دي. ده مين؟ جهاز حمايه المستهلك، الوزاره، الرقابه المختلفه، من مين بالظبط؟ وزاره التموين عندها جهاز اسمه جهاز الاشراف والرقابه، ده مهم جدا بمراقبه الاسواق والاسعار. دكتور عز، ما اكثر الاجهزه وما اكثر القوانين لدينا، لكن المشكله دائما تكمن في تفعيل هذه بالزبط. المنظومات بالزبط. المختلفه بالزبط. كيف نفعل تلك المنظومات حتى يعني نكون على قدم او نكون على مسافه واحده من الجميع؟ الدوله بتقوم بواجبها من موضوع انا بقول الربح الجبري. تمام. رقم 2 المواطن يبقى عنده كمان الرقابه الشعبيه اللي موجوده، لو وجد اي مخالفه يصورها ويبعتها، ويتم على طول فورا غلق اي محل مخالف. انا جبت سوبر ماركت لقيته كانت مثلا ازازه الزيت المفروض ب 10 جنيه عملها ب 20 جنيه. صور يا فندم السوبر ماركت وصور الموضوع ده وبعته على جهاز حمايه المستهلك، ياخد فيه الاجراء الفوري يروح يحقق ويشوف. غير التفتيشات المفروض الدوريه اللي هي ما حدش برضه يبقى عارف بعدها امتى. ما احنا برضه عندنا مشكله في اجهزه الرقابه والتفتيش، فيها برضه شويه فساد، تلاقي في حد من جوه يبلغ الناس احنا جايين لكم بكره، الحمله جايه بكره، الساعه كام؟ الحمله جايه الساعه كام؟ دي برضه مشكله، ان احنا عندنا برضه الفساد متوفر ببراح يعني. فده بيعرقل برضه كتير جدا من مجهودات الدوله. فاحنا عايزين اجهزه رقابيه موجوده، عندنا جهاز قوي جدا اسمه الرقابه الاداريه. ده جهاز يعتبر مخابراتي على مستوى اداري معين. ده ممكن جدا يتوفر له صلاحيات معينه وقضيه قضائيه و برضه يراقب مع على الاسواق ويقبل على الاسعار. بس الجهاز الاداري ده يعني مهمته الاساسيه في مؤسسه الدوله نفسها، يراقب او في العاملين في الجهاز الاداري للدوله. هو يا فندم انا بقول كده، هو بيراقب اجهزه الدوله. انت الحمله نزلت ما عملتش واجبها وانت بتتابعهم وانت جهاز رقابه اداريه، الناس دي تتحبس، الناس تاخد احكام، الناس تتحول لمحكمه تاديبيه وتاخد اقصى عقوبه ممكنه. يا فندم لو طبقنا عقوبه رادعه على اي حد بيخالف مفيش حد هيعمل حاجه وحشه. ما مش لحد دلوقتي احنا عندنا اصلا غرامه الاجراءات 50 جنيه ولا 50 جنيه، حاجه صعبه يعني. طب ما هو يعني عايزين رقابات رادعه. طيب خلينا نرجع مرة تانية للمعرض ومبادرة أهلا رمضان والمجهودات اللي بتبذلها وزارة التموين ممثلة في الأجهزة المختلفة اللي عندها بالإضافة لتفعيل العمليات الرقابية. خلينا أسأل حضرتك، هل بالمعارض وإقامتها هل هيكون هناك تعارض ما بينها وما بين آليات السوق الحر؟ بص يا فندم، ما فيش حاجة اسمها آليات سوق حر، السوق الحرة موجودة في كل دول العالم اللي هي الرأسمالية اللي أنشأتها اللي هي أمريكا. أمريكا بتتدخل في السوق الحر. تمام. فرنسا، المانيا، كل دول سوق حره المفروض طبقا زي كتاب ما بقول كده. زي فريدمان ما عمل كتاب السوق الحره اللي عنده. لكن في الاخر الدوله بتتدخل. المانيا بتتدخل في السوق الحره بتقول اداره مركزيه لاداره الاقتصاد. الصين اللي اتلجت مع الكتل الاشتراكيه اللي بقت راسماليه عامله برضه وقتها اتجه للسوق الحره باداره مركزيه ورقابه حكوميه. ما فيش حاجه اسمها سوق حره مفتوحه على مصراعيها دون رقابه او دون تدخل حكومي. امريكا لما حصل فيها الازمه في 2008 واثرت في العالم كله. نعم. المانيا اتدخلت بامتلاك منشات خاصه امتلكتها ودخلت فيها فلوس كتيره جدا عشان تعيد تاني الاقتصاد انتعاشه من جديد.
فتدخل حكومي واجب في وقت الأزمات. طيب إحنا المسؤول عندنا أو الصورة اللي بتصدر لينا دائما لا تتدخل في أسواق أو في آليات السوق، طبقا هو يخضع لآليات معينة، يعني لماذا لا تتدخل الأجهزة المعنية في التوقيت المناسب وتقوم بالرد على تلك يعني الادعاءات اللي بتقول ان لا ينبغي للحكومة ان تتدخل سواء من جانب رجال الاعمال او من اصحاب السلاسل او من العاملين في الحقل او في المجال يعني البيع والشراء؟ بس الحكومة اتدخلت خلاص بالفعل. الحكومة عندنا اتدخلت من خلال المجمعات الاستهلاكية الموجودة. اتمنى بقى كمان اللي جنب المجمعات الاستهلاكية انا بشوفها علاج مؤقت وعلاج وقتي مسكن. انا عاوز الموضوع ده دائم ومستمر مستدام، يعني يتم ازاي من خلال تاني ارجع القطاع العام واعاد هيكلته، كل القطاع العام اللي كان بيشتغل في موضوع الاسئله الغذائيه السكر والزيت والشاي والرز وكل الكلام ده كله يرجع تاني قطاع عام، الغزل والنسيج يرجع تاني قطاع عام. بس انت في شركات تم خصخصتها يا دكتور، وفي شركات موجوده لسه موجوده ما زال موجود طبعا كتير. يعني طب ده مش يتعارض مع اللي احنا كنا سبق وقلناه في التسعينات اللي هو ليس الخصخصه وانما البنك الدولي شروط بتطبق على الدول العالم الثالث وهي يعني محدده حتى تحصل على شهادات وحتى تحصل على قروض ميسره من يعني المنظمات والمؤسسات الدوليه يجب ان تخضع لبرامج اقتصاديه محدده ومعلومه يعني ايه الاجراءات. تمام، دي كانت فتره من فتراته فعلا بدا من الستينات، مش من التسعينات، بدا من الستينات. هي كانت نهايه في التسعينات يعني هي بدا بحدود شروط معينه، الخروج من القطاع الزراعي للقطاع الصناعي، خصخصه القطاع العام، تخفيض العمله، في مجموعه كده اكلاشيهات بيحطها البنك الدولي والبنك وصندوق النقد الدولي بيحطها على طول لاي دوله فيها مشاكل او فجوات، فيها عجز ميزان مدفوعات، فيها عجز ميزان تجاره، فيها عجز في الموازنه العامه، الدوله عندها مشاكل في السيوله النقديه الدولاريه، بتقوم حاطه شويه اكلاشيهات، عاوز ولا تظبط نفسك اعمل ده كوبي بيست كل الدول نفس الشروط اللي هي الدول الناميه الثالثه، عشان تفضل الدول دي عايزه تاخد قروض وتستدين تحت الحمايه. نعم، وتحت السيطره الغربيه في ان هي على طول تبقى دول مستهلكه لكل صادراتهم في الاخر. احنا يا فندم الدوله لازم تتجه لاتجاهين، اتجاه راسمالي حر يسمح بحريه السوق بالكامل، واتجاه رقابي من الدوله وتدخل من خلال القطاع العام وامتلاكها تاني لمقاليد الامور. انا مش هينفع كل شويه اقول لي تسارع جبريه وتعرفه جبريه وربح جبري، هنقول ده فتره مؤقته سنه بكثير سنتين عشان اهبط بيه السوق، لكن ما اقدرش استمر بيه مدى الحياه. لكن ممكن استمر بيه مدى الحياه لو عندي قطاع عام، عندي دسة زيت بره بتتباع في القطاع الخاص ب 20 جنيه، القطاع العام بيعملها نفس هي العبوه، نفس الزيت، نفس النقاوه، نفس كل حاجه ب 15 جنيه، يبقى القطاع الخاص هينزل لوحده اوريدي لل 5 جنيه تبقى 15 جنيه، لان انت السوق الحره معناها جشع. جشع طبعا. السوق الحره معناها جشع، اولا انت ما عندكش رقابه على الاسعار وممنوع تدخل في الاسعار، ويمكن اسلاميا ممنوع تدخل في الاسعار، بس لما يكون في تجار يعني بيعرفوا مبادئ التجاره الاسلاميه ما يبقاش عندهم الجشع المتفشي ده، الحاجه اللي ب 100 تتباع ب 200 و300 و400 و500، يعني الربح 500 ضعف مش الربح 20 30%. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه طلب لما ارتفعت الاسعار انه يعني يدي توجيهاته بتخفيض اسعار، الرسول رفض باعتبار ان الرسول نفسه كان بيشجع على حريه الاسواق وحريه الاسعار، لكن قال احنا هنتدخل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتدخل لما يكون فعلا في بدا في جشع، لما يكون التدخل مبرر. طب احنا دلوقتي التدخل مبرر ان احنا عندنا جشع، عندنا تجار بيكوا جيوب الفقراء ومتوسط الدخل بالاسعار الموجوده، فواجب على الدوله التدخل. الدوله اتدخلت بالفعل بشكل مسكن، مجمعات استهلاكيه سلاسل تجاريه بتحاول تنشئها دلوقتي، لكن احنا عاوزين اكثر من كده، عاوزين يبقى تدخل مستدام من خلال قطاع عام يرجع تاني قوي. خليني اقول لحضرتك بالفعل هو يمكن كنا اتكلمنا في حلقات سابقه عن المجمعات الاستهلاكيه ويمكن عددها بيتخطى يعني 4300 منفذ تابع للوزاره، لكن المفعل فيهم حقيقه يعني لا يتعدى 1000 او 1500 منفذ على اقصى تقدير. فعوده مره اخرى ل مجمعات الاستهلاكية، عودة مرة أخرى للأمور المختلفة كلها، خليني يعني لكن أسمع إجابة حضرتك بشكل سريع. المجمعات الاستهلاكية يا فندم طبعا هي الدولة اللي المفروض إن هي بتتوسع في هذا الموضوع. أنا برضو يعني بقول لوزارة التموين دلوقتي أنت بتتوسعي في موضوع السلاسل الغذائية وبتشجع رجال الأعمال يعملوا سلاسل غذائية، أرجو كمان إن الدولة تتشجع إن هي تعمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة في كل محافظات مصر. تمام. توفر فيها كل السلع الأساسية من سلة الغذاء كلها. تمام. الخمس مجموعات. تمام. حبوب خضروات دواجن لحوم.
الكلام ده كله يبقى متوفر بالاسعار للمنازل المواطنه. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور عز الدين حسنين استاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للاداره، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الفقره الاقتصاديه، عوده برا.